بمناسبة يوم شرطة البحرين، نظمت محافظة المحرق وبحضور السيد سلمان بن هند المناعي محافظ المحرق استعرادا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية. قد انطلقت الفعالية من المجتمع الأمني أو المجمع الأمني بسوق المحرق مرورا بشارع الشيخ حمد وصولا إلى حديقة الكازينو، وسط حضور متميز من طلبة المدارس وجموع غفير من المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا على جانبي الشارع، معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات. كما عربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.